القيادة العسكرية الأمريكية في ذلك الحين. ف ما تتوقع أنه يسقط بعد اللي حاصل في غزة؟ أنا يعني نتنياهو في يعني تشبيهي للأمر يعني أنه ولعبت على كلمة تت في أنه بالفرنساوي كلمة تت تعني الرأس. فقلت للي تحدثت معهم جونسون فقد رأسه التت حقه بسبب تت في فيتنام، فهل نتنياهو سيفقد التت حقه بسبب ما حصل له في غزة؟ هذا سؤال لسه سيتفاعل، لكن بدون شك أنه أعتقد الحكومة اللي الآن في إسرائيل ستسقط. يعني هذا ما هو متوقع، ليس فقط مني أنا ولكن حتى من ناس أخبر مني بأوضاع إسرائيل، ومنهم إسرائيليين كثيرين.